اختارت الحكومة اليمنية التصعيد حيال انتهاكات الإمارات للسيادة الوطنية في جزيرة سقطرى بعد بيانها الجريء الذي أكد بأن جوهر الخلاف مع الإمارات يدور حول السيادة الوطنية ومن يحق له ممارستها في المناطق المحررة. رفعت القضية إلى مجلس الأمن واعتبرت في رسالتها الوجود الإماراتي عملا عسكريا غير مبرر. تزامن ذلك مع احتجاجات شعبية متصاعدة عبرت عنها المسيرات المتكررة في جزيرة سقطرى ومحافظة المهرة. الحكومة بيّنت في رسالتها بأن الحضور الإماراتي في الجزيرة له آثار سلبية عدة، وأن استمرار السيطرة على المطار والميناء في الجزيرة يعد مخالفة لمبادئ التحالف. عبر هذا التصعيد عن سداد قنوات التواصل التي حاولت لجنة سعودية بذل جهودها لإزالة الخلافات، لكن تعنت الجانب الإماراتي واستمرار تعزيز قواته في الجزيرة دفع الأمور إلى نقطة لا عودة. من بين الخيارات المطروحة إنهاء الدور الإماراتي ضمن قوات التحالف في اليمن، وهو الخيار الذي كان مقرراً أن تدرسه الرئاسة اليمنية، وتأجل للمرة الرابعة بحسب مصدر حكومي. الجهد الدبلوماسي ليس غائباً في القضية، وبحسب سفير اليمن في الأمم المتحدة خالد اليماني، فقد نقلت البعثات الدبلوماسية اليمنية العاملة في العالم إلى حكومات الدول المعتمدين لديها التجاوزات الإماراتية في الجزيرة. ويبدو من الثمار الإيجابية للتصعيد الحكومي والجهد الدبلوماسي بيان الخارجية الأمريكية، والذي جاء مؤيداً وداعماً للتحركات اليمنية. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تتابع عن كثب الوضع في جزيرة سقطرى، وشددت على ضرورة تعزيز سيادة اليمن وسلامة أراضيه.